ما ينفعش طبعا نكون بنتكلم عن الغطس ونتكلم عن الانجاز الكبير اللي حصل والحصول على الدرع العام لبطولات الغطس بعد 20 سنه. اكيد ده ما جاش الا بشغل وجهد وعرق، وما ينفعش نتكلم عن هذا الانجاز ما يكونش معانا كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء في النادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن وائل. اهلا اهلا يا باشمهندس، فتح حضرتك ودايما ابدا مع حضرتك في افتكارات كده دايما يا كابتن، وبنفرح الناس وبنفرح جمهور النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي بالنتائج المبهره. انا بقول كده والله بقول لك من القلب. طبعا طبعا يا كابتن وائل. كابتن كلمني عن الانجاز الكبير ده، يمكن غاب الغطس عنا كتير، كنا بنحقق نتائج كويسه السنوات الماضيه، ولكن عشان تاخد الدرع العام ده اكيد منافسه قويه مع انديه عتيده في اللعبه دي. كلمنا عن الانجاز ده، يعني الانجاز الكبير ده جه ازاي يا كابتن وائل؟ اولا انا بشكر الناس كلها من اصغر لعيب واداري وعامل على الحمام لغايه مدير الجهاز كابتن عمرو، كابتن طارق المدير الفني. الناس دي عملت مجهود خرافي. ليه بقى؟ لان احنا كنا على طول بننافس الجزيره وهليوبتس، هم ابطال اللعبه دي منذ زمن، واحنا كنا ان احنا السنوات السابقه بقى بقينا نخش ناخد منهم مرحله، ناخد منهم بطوله، بس المره دي بقى احنا عملنا انجاز ما اتعملش قبل كده. يعني انت عارف حضرتك خدنا كاس الناشئات وكاس الناشئين والناشئات مع بعض، كاس العمومي رجال، كاس عمومي السيدات، وكاس الدرع العام. انا بقول لحضرتك انجاز لم يسبق منذ 25 سنه. فانا فخور بالناس اللي عندي، فخور بالولاد اللي قدام حضرتك، فخور بالمدربين، فخور باولياء الامور اللي بيتعبوا. خد بال حضرتك، لولا اولياء الامور ان هم حريصين على وجود ولادهم معانا ما كناش عملنا النتيجه دي. فانا بشكر كل الناس اللي موجوده في المنظومه، وان شاء الله احنا تعرف حضرتك طبعا، انت حضرتك متابعني من زمان طبعا، احنا ما بنقفش عن الكلام ده، صح. احنا هنستمر ونحافظ، اصعب حاجه الحفاظ على النجاح، وان شاء الله نحافظ على النجاح. طب كابتن وائل، يمكن النجاح هنا يعني انا شايف حاجه من بين السطور، يعني طبعا ده انجاز كبير وما شاء الله احنا يعني الترابيزه في الاستوديو مليانه كؤوس، ولكن الميزه ان اعمار السنيه للولاد صغيره، يعني انا شايف اعمار السنيه صغيره جدا. انا وليد، انا مش عارف مع حضرتك مين دلوقتي، انا وليد وسامة خالد. انا وليد وسامة خالد اللي معايا. 15 سنه يعني يعني حضرتك تكسب بطوله عمومي وهي 15 سنه. ما انا بقول لحضرتك، تخيل حضرتك الفرق الزمني، فرق الخبره، والبنات دول بيعملوا الانجاز ده. انت حضرتك راجل رياضي وكنت بطل، طبعا فاهم حضرتك لما يكون صعبة. صغير في لعبه فرديه ومره واحده ينافس الناس الكبار اللي عندهم خبره، صعبة. ويكسب. صعبه يعني صعبه يعني اعجاز كبير. احنا فخورين بالولاد اللي معاك دي والله. طب يعني طب كابتن قول لي، يمكن احنا كده الموسم خلص في الغطس، ولا ممكن يبقى عندنا بطولات تانية في الفتره الجايه؟ لان هو الحقيقه الموسم خلص في الغطس. احنا السنه دي عملنا يعني خدنا كاس الناشئين والناشئات. انا بقول لحضرتك احنا الغطس موسم طويل، نعم. انت عارف ان هي لعبه كمان يعني الولاد بيقفوا في البرد وفي الحر، صحيح صحيح، وبيتعبوا ولاد صغيرين. فانا خد بال حضرتك الفتره اللي فاتت برد جدا، صحيح، ويقف ويتمرن. فانا يعني على المستوى الشخصي انا بشكرهم جدا جدا جدا. طب كابتن حضرتك كابتن وائل، يعني انا عايز اعرف برضو، احنا اكيد لسه في منافسات شغاله، لسه عندنا فرق بتتمرن، طب ايه ابرز المنافسات القويه اللي جايه الفتره الجايه عشان نتابع حضرتك؟ طب انت حضرتك عارف العاب الماء هي خمس العاب، احنا لسه اول امبارح بالمناسبه انا احب يعني افرح حضرتك، خدنا كاس، خدنا بطوله الجمهوريه، بطوله كاس مصر اللي كانت مقامه في سموحه في اسكندريه، ما شاء الله، خدنا بطوله السباحه الحمد لله. ما شاء الله اكبر. كلمني دلوقتي، احنا عندنا مرحله 2008 في كره الميه النهائي، احنا وهليوبلس، عارف حضرتك دايما ابدا احنا وهليوبلس، احنا وهليوبلس، صحيح صحيح، نادي الشمس. عندنا ان شاء الله بطوله الدوري بدات بتاع كره الميه، هنبدا ان شاء الله بدانا البطوله وان شاء الله ماشي بينا نخلصها على اخر خمسه ان شاء الله. ما شاء الله. عندنا في لسه عندنا جزء في بطوله كاس مصر للسباحه اللي هي المراحل الصغيره، هتبدا ان شاء الله بمشيئه الله بعد العيد الصغير. فاحنا عندنا على طول بطولات، عندنا نستعد عشان عندنا بطوله دوليه ان شاء الله بنحاول نعملها. فعندنا زي ما بيقولوا كده الموسم عمران بالبطولات ان شاء الله. ما شاء الله كابتن، طبعا انا بتمنى لك كل التوفيق يا كابتن، ودايما كان يعني قطاع السباحه او فرع السباحه الحقيقه يعني صعب حد يعني يقدر ينافسه في حجم اللاعبين وحجم المنافسات وحجم الانجازات يا كابتن وائل. والله الف مليون مبروك، وبشكرك يا كابتن، نورتني وشرفتني، واتمنى لك كل التوفيق طبعا يا كابتن وائل.
كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء بالنادي الاهلي، ده كان مداخلته معانا. الحقيقه زي ما انتم شايفين السباحه، احنا لو قعدنا نعمل كل اسبوع حلقه واثنين عن السباحه مش هنغطي حجم الانجازات اللي بيحصل فيها وحجم اللعيبه. احنا عندنا ثلاث فروع، كل فرع فيه منافسات سباحه وتدريبات سباحه. فالحقيقه ان السباحه في النادي الاهلي حاجه كبيره جدا، وكابتن وائل عزت قامه كبيره في السباحه في مصر.